لا امبوسي ما يمكنش امبوسي. واش الجراد، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على ماتش ديال الرجاء وامازولو زيت العود اللي في جنوب افريقيا. اليوم غندوو على الماتش كيف ما شفتو. ما اول حاجه اللي غندوو عليه اللي كيدوي عليه كلشي اللي هو مدرب، فهمتيني؟ مدرب هو الاول. او بدا كي قبل ما نبداو تحيه للجماهير الرجاويه من طنجه للبويره، ومرحبا بكم كاملين اللي باقي ما تابوناش يدير الرق، تفرج معايا في الفيديو حتى الاخر باش عرفنا علاش غندويو والماتش كامل تويشيات، فهمتيني ولا لا؟ ودوك اللي في كومونتير اللي كيكومونتيو ودوك الكومونتيرات اللي كومونتين عرفناكم ماشي راجعويين، فهمتي؟ راه باش بقاو ديروا داك الكومونتيرات ديال الكومونتيرو ديال الكومونتيا. هادي من حاجه تحيه كاع الراجعوي كاملين. اليوم غنبداو نهضروا على الماتش ديال الرجاء البيضاوي وامازون. كيف ما شفتو الرجاء ما كايناش داك البريسينغ، هذا هو الاول، ما كاينش السرعه في البناء الهجمات، واحد هاك هاك الرق طق، فهمتيني ولا لا؟ ما كايناش، راجة ثقيله، الريشم ما طالعش بزاف، فهمتي؟ كيفاش الريشم الراجة طالعه؟ كانوا محاولات بزاف، كان اليوم عندنا في لاطاك كابانغو وبادي بانغاق اللي جداد ومروان فخر اللي زدناهم في التشكيله ديال لافريك. هادي من حاجه لعبنا ضد اليوم ضد امازولو اللي هي فرقه ما بانتش لينا مزيان، فرقه اللي ما حسيناش بالخطوره ديالها، فرقه اللي ما ماشي شي حاجه كاع، كانت عاديه. يعني بامكان اي مدرب يكون وظف اللعابه وكان عنده تكتيك مزيان وهجومي اكثر، كنا غادي نشوف واحد جوج زيرو ولا ثلاثه. مي في الموت كلشي نتوما عارفين وغادي متفقين معايا اللي غيفهموني. المهم الراي ديالي انا كيبقى كل واحد الراي ديالو. انا شخصيا في الموت ما عجبنيش، ماشي في الاطار ديال الهويه ديالنا، يقدر يكون في الغريم ديالنا يتفاعل مع التكتيك ديالو مع اللعب ديالو. حنا لا، الرجاء كتلعب كره هجوميه هاك 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 هاك. اول حاجه قبل ما ندخلوا التنافسيه ديال الشامبيونز ليغ، الرجاء هي البطاله ديال كاس الكونفدراليه اللي كتلعب هاد العام. دونك فرق يلعب كاس الكونفدراليه الرجاء هي البطاله ديالو، فهمتيني؟ وهي البطاله ديال كوب داراب اللي غيتلعب عاوتاني لها، يعني البطاله ديال جوج كيسان. فيرموتس خويا راه هاد الكيسان اللي دات الرجاء اللي غيتلعب هاد العام، والرجاء الى هز الشامبيون اخر تيتر فيهم، لعبت الكره حكات البالون مع من؟ مع الشابي. تحية للشابي اللي ندمنا عليه صراحه، وانا من بزاف انا من الناس صراحه اللي انتقدتو، ما كنصحابش المشكل فيه، كان المشكل في شي لعابه زرقين، فهمتيني؟ اما خويا راه اما هذا هنا جبنا ليه التشكيله. حنا غادي نشوفوك الماتش الجاي اللي تخرج بقى نهار الثلاث مع الربعة، ما عارفش الماتش راه هو هذا. غادي نشوفو تسيلجيو، غادي يكون مرابيل، غادي يكون بوطوين، غادي يكون هيثم باجا، غادي تكون التشكيله كامله، وغنشوفو اللعب ديالك عاوتاني، حيت اخويا بهاد اللعب هذا ما تمشيش بين العصبة، فهمتيني ولا لا؟ خويا الرجاوي الا بقينا بحال هكدا بهاد تسيلجيو هذا، السيد راه كيرجع اللور ولا كيتشي كتجري، داخل بربعة مليون. راه ما عندوش كره هجوميه صاحبي، وعندنا لي زاريال ميتين سمت كور، اش سمت كور صاحبي؟ كدير لقطه مزيانه والشي الاخر ما كاينش، مدكور في مدكور، ما عرفتش واش خاصك شي مدرب اللي غيخدم معاه، ما عرفتش مدكور مالو انا، مدكور مالك الله اعلم. عندك لي كومبيتونس، عندك المهارات، ولكن شنو خاصك؟ الله اعلم، خاصك التوظيف، خاصك تكون انتيغيسي صاحبي. لاريير غوش جبيرة ابسون، ما والو، جبيرة ما كاينش، جبيرة ما كاينش، لي زاريير عندنا فيهم مشكل، فهمتيني ولا لا؟ نتمناو من ناهير يرجع يكون في الفورمة قرب الشوط خالتها للخر، ونتمناو في البداوي يكون معنا مزيان، وخا ما لعبش معنا لافريك شوفو في بطولة. هادي من جهة، دوينا لي زاريير كان فيهم مشكل. سي المدرب، نشوفك أنا راجع للور، كرة ما كايناش هجومية. عندك بادي بانغ عيلي مزيان خصو هارير يكون مليح، عندك كابانغو اللي شفناه دار بحله زوينه، كابانغو اللي كان مزيان كيف قلت لكم، راه شورنا فاش درت لكم على اللعابه ودرت عليهم درت عليهم فيديو تي دابت لي جابت الراجل، قلت لكم شكون اللي مزيان وشكون ما مزيان.
اللعابه اللي جابت الراجل كاملين مزيانين، واللي هما راه كابانكو كان مزيان، شو بالراس خاصو غير شي بنانه تكون مزيانه راه على الصقال، فهمتيني؟ تحرك اول مقابله ليه راه مزيان 90 دقيقه دوزها مزيان. بادي بانكا حتى هو راه مزيان، مي خصو تطلق واحد شويه، خص الراجل تكون عند فهمتي قوه هجوميه، تكون كتبريسينغي كطلع الريشب ما تشد البالون تاخذها لك راق، فهمتي؟ هاك 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 دا غير جبني الهجمه توصل البوط وما تنفسكش، فهمتيني ولا لا؟ هذيك الساعه وكاين مدرب، انا كندوي شخصيا المدرب فيه الموت، انا ما عاجبنيش. شوفوا شي مدرب اللي كيحك البالون اللي كيلعب كره حديثه سيل جو دراجة، فهمتيني؟ الا بغيتي تجيبوا العصب، اما هذا راه والو. حنا عندنا السيمانه الجايه ولا ماتش الاخرين كاع ني ماتش، المهم في الويكاند عندنا ويفاق ستايف، ستايف ويفاق ستايف راه جاب 3 بوا من حوريه كوناكري، غنلعبو مع عندنا اختبار مزيان مع هذا المدرب وغادي نشوفو. انا كنتوقع باللي ما غاتبقاش معانا، هادي من جهه حيت اخويا شفت اللعب ديالك اخويا ما كاينش، ماشيين ولا لا؟ انا ما عجبشينيش، سلام عليكم. انا شرحت لكم شنو كاين، خونا كيلعب ما كيلعبش كره هجوميه، كيلعب كره دفاعيه، راك شوط الاهلي 90 دقيقه من دقيقه 3 ولا ما سميتو هو راجع لينا الله، ما كيلعبش كره، واللي ما كيلعبش كره كيتمارك عليه. هادشي طرانا في المنتخب، ماركينا 1-0 من دقيقه 7 هو راجع لينا الله، السيحه ليلوزي تتمارك عليه. اخر ما كاين دابا كاين تاكتيك اخويا، كتماركي وكدير واحد التاكتيك ديالك في النص ديال التيران، حتى واحد ما يقرب لي قرب يقيسو الضو في النص ديال التيران ديالك، ما كاينش رجع اللور الكاري. هادي من جهه. دوزو اخويا التشكيله كيف ما كانت، كان مروان فخر، كان اريير دروا، كان مذكور حركاس، هدهودي، جبيره، كان ميليو، كان مقعازي، كان زريدق اللي شاو دوز بارجي نقيه، كان الوردي، اي كان عاوتاني معنا ميشولي. في لاطاك كان كابانكو بادي بانكا. هذه التشكيله اللي كانت بروميير ميطاق، كانوا بزاف ديال المحاولات شفناهم، راجي ما ماركيتش. توزيام ميطاق ميشولي غادي ماركي لينا قبيش في الدقيقه 70 ولا 71، بيت زوين لعب ان دو مع الوردي، هاك وردي جاوبو دغيا شافي الموس سيل جو دراجة. الا عرفتي اللعابه كيفاش توظفو كيفاش تولي من اللعب، غتشوف هكا الراجا راه كتلعب ان دو، لي زاري راه كيطلعو كيديرو كداك اكس، الراجا راه عندو واحد اللعب ديال، الا رجعتي تفرج شي فراجا قديم عندو واحد السيل جو ديالها في شكل، فهمتيني؟ عند القوالب ديال الحكام كتدخل لك دقه دقه جل الكاري، ماشي كترجع للور، ماشي كطير السماوي قليل فيك نسونطريو، نقدرو نسهيوك بضربه ونديرو لك بنانه يخشي على كابانكو. هادشي اللي كاين على الجراد والراجيو في البوت، تصفيق معنا واحد شويه ولا سير فحالك، حيت اخويا لو بقى يجي معنا بحال هكذا حنا ما كنقولوش ماشي مدرب، المهم انت ما تفهمتيش اللعب ديال الراجا. الراجا ما كتلعبش في هكا، الراجا كتلعب كوره، الراجا كتربح بجوج وثلاثه واربعه، كتربحش بواحد زيرو، فهمتيني؟ الراجا كتفرج. هادي من جهه، كنتمناو ميساج يكون وصل للراجاوي، يكون كلشي فهمني شنو قلت، وكونوا تفاهمنا. لي كومونتير قولوا لي الراعي ديالكم شنو كاين، باش نعرفوا واش انا الراعي ديالي واش كلشي بحالي ولا كله كيفاش كتبان لي، كدوي على الشوفه ديالي، كل واحد الراعي ديالو يحترم. هادي من جهه، جهه اخرى غادي ندوزو اخويا سالينا الماتش دابا، المهم حنا مع حنا متصدرين حتى حنا المجموعه مع وفاق سطيف، ومربحوا بواحد وحنا بواحد. عندنا ماتش معاهم في الروشور في العالي حتى هما، هي غنخرجوا عندهم السيمانه الجايه وفاق سطيف، ماتش مع 8 اختبار، كنتمناو الراجل تجيب 3 بوا ولا تعادل، المهم تكون مزيانه. من جهه اخرى عندنا ماتش نهار 3 مع خريبكا، غنشوفوا اللعابه كاملين غيكونوا حاضرين، كيف قلت لكم هشام بعجب وطويل، غادي يكون مرابط، غادي يكون البداوي، غادي يكون كابانغو، غادي بانغا غايا، هادشي اللي غايا علاش ما كاينش تشامبيونز ليغ دخل لنا مروان فخر، حيت غايا خويا كان مع بولزداد لعب معاهم تصفيات ديال التشامبيونز ليغ، هما كاينين في مجموعه ديال الترجي والنجم الساحلي، داكشي علاش ما يقدرش يكون معنا حنا في اللائحه ديال الافريق، دخلنا مروان فخر، فهمتينا ولا لا؟ مي الا تاهلنا الروبو غيقدروا نقدروا نزيدوا اللعابه كاملين، من حقك تزيد اللعابه كاملين. دابا ندوزو من الراجا بالافريق، غندوزو لواحد السيد اللي بغا نسطو الملف ديالو، تا هو كجمهور الراجا مع
عطى الراعي ديالو، ستوما عطاو الراعي ديالكم في كومونتير بالحليب، الحليب اللي خرج بواحد التصريح اللي حنا كجمهور راجع كنقول الله يسهل عليك، واخا دير شي فينا العار فهمتيني، غادي يجي الراجع، مي حنا ما نعاديوك ما والو، سير الله يسهل عليك. شوفوا لي التصريح اللي خلى بالحليب. الصحة ديالي على ما يرام، انا كنت في التدريب. نعاود نقولها لك عاوتاني، الله يسمح لهادو الناس اللي كيخرجوا الاشاعات على الناس، انا في صحة جيدة. يمكن الاشاعات عرفت شكون اللي كيدير هادشي، باش يعني يمكن واش الكارير ديالي يتوقف. انا الكارير ديالي عمره يتوقف، باقي صغير على السن ديالي، والحمد لله فزت بألقاب كثيره وعطيت بزاف نادي الرجاء البيضاوي اللي عمرين ساخيرو فريق الام ديالي. وكنقول لهم ان شاء الله من هذا المنبر هذا، محمود بن حليم مازال عنده يعني فائق الصراحه الظروف فاش يعني فسخت العقد مع نادي الرجاء الرياضي، وكنشكرهم بزاف، لان ما كانوش كيشوفوا غير محمود بن حليم لاعب في الرجاء، كانوا كيشوفوا محمود بن حليم ولد الحي، ولد يعني ولد المنطقه، ولد حي شعبي النادي الرجاء الرياضي. كنشكرهم على السنوات السبع اللي دوزت معاهم يعني في الفريق الاول، وبالالقاب اللي فزت معاهم في الحلوه وفي الحره. ما عرفتش شنو نقول لهم، كنبغيهم بزاف. كان واحد الظروف اللي ما كانت تساعدني باش نكمل في النادي، كانوا شي اوراق يعني بعثروني مع الجماهير وخسروا لي صوره مع الجماهير، مي كنقول لهم بانني ابتسامه ديما غتشوفوها فيا. كيف ما شفتو هذا هو الهضره اللي قال بالحليب، سمعش هو شنو قال، الهضره شو دابا هذا الشيء اللي قال هو، فهمتيني ولا لا؟ غندوزو حنايا شنو غادي يقول الناطق الرسمي للراجل اللي هو ابراهيمي، اللي غادي يقول خبايد بالحليب باش نسدو هذا الملف. خليكم مع ابراهيم. وربي راه ما كيبغيش الظلم، راه الا كذبت عليه ولا شي حاجه كاين ربي فوق مني. حنا مسيرين غير اليوم راكبين في القطار ديال المسيرين، غدا غنزل من القطار غنوليو غنتلاقى مع محمود، وهاد الهضره قلتها لمحمود في وجهه غنقولها ليه. فمحمود كيقول لك انا باغي نمشي في حالي. قلت لي علاش محمود؟ انا في محادثه ثنائيه معاه بردتو ريحت معاه، قلت لي الشيطان كاين واحد السيد معنا، واحد وكيل لاعبين كان كشاهد، ريحنا في الرجاء. قلت لي محمود حنا غنقلبوا الصفحه، نقطعوا الصفحه، غنهضروا مع اللجنه التاديبيه، نهضروا مع الرئيس، نهضروا مع مكتب المدير، الله يرضي عليك نبداو صفحه جديده. كان ديك الساعه عندنا شونجمون ديال المدرب، مازال ما جبتوش على المدرب. جا محمود بن حليب كيقول لك بانني انا الهواء ديال النادي الرجاء ما بقاش قادر نتنفس، انا كنعيش واحد الدور ما بقيتش باغي نلعب في الرجاء. ما يمكنش انا غنشد واحد اللاعب اللي ما بقاش باغي، اللاعب اللي ما عندوش رغبه انه يلعب في نادي الرجاء ما يمكنش نشدو حنا. فهنايا المهم مع ذلك تشبتنا به وكان باغي يفسخ معنا بدون مقابل، قال لك نسامح لكم في كل شيء. ديك الساعه كان كيتسال على المعلومه، راه نادي الرجاء الرياضي راه ما عندوش متاخرات ديال 2020 2018 2019 2018، واللاعبين اجوا في لي سالير، وكانوا كيتسال ديك الساعه طونش وحده منحه وحده، دابا ولاو جوج المنح. فقلنا ليه حنا متشبتين بك وباغينك وغنبداو انت من الركائز، وانت مشينا للكاس سوبر كوب. ما نهضروش على المعامله ديال بن حليب لانه هو سبونطاني في الضحك كيهضر، ولكن حنا كنادي الرجاء الرياضي ملي كتخسر واحد اللقب راه غصه، راه ما تسرطاتش لينا ومازال ما تسرطاتش لينا، راه ساعه سال الماتش بقينا كنقول ما يمكنش، خدينا الكوب وعطيناه للاهلي. مع ذلك جينا في الطياره، التحقنا بالديار المغربيه، دخلنا كونفينمون اللي ما كناش عالمين عليها كاملين. هذا قرار ديال السلطات، قرار ديال الدوله، كنتاتلو ليه في لوطيل، وان السي محمود طالب من الرئيس انه في الشيماء انه باغي يفسخ عاوتاني المره الثانيه. قال لي ما بقيتش باغي نبقى معكم، انا هذا هو الواقع ديال اللي خصو يعرفوا حتى الجماهير الرجاوي. حنا ماشي كنقولوا ان محمود كيلعب دور الضحيه، ولكن الواقع هو هذا، وماشي كنرد عليه، كل ما سولتينيش عليه انا ما غنجاوبكش. محمود بن حليب في الشيماء مع الرئيس مع المدرب، فالح هو اللي الح، قال لهم هذا الشيماء خصو يكون بحضور عميد الفريق ومحسن متولي راه كاين يمكنكم تسولوه. فانا ديك الساعه ما في خباريش كاع داك الشيماء، ملي هبطت تهضر معايا الرئيس وهضرت مع محسن وهضرت مع محمود. فمحمود بن حليب كان قال لهم، قال لي رئيس نعطيك 30 مليون، كيفاش؟ قال لي لا انا ناخذ 40. تفاهموا على 40، تعانقوا بيناتهم، اتفقوا، قال لي نمشيو نفسخوا معاك. مني بقينا تماك كنظن شي سته ايام، خرجنا كانوا جوج مقابلات. المدرب قالنا غتفسخوا معاه، لعبنا مع المغرب الفاسي ولعبنا مع الجيش الملكي. مني لعبنا مع الجيش الملكي عيط لي الرئيس قال لي الله يخليك انا كنكلفك تهضر مع محمود، هذيك 40 ماشي عطوني 10، هذيك 40 كيفاش غنديروا لها؟ واش نعطيوه دابا 10 ونعطيوه ابخي دو سمين 20 مليون ونعطيوه في لافان دي موا
10 مليون هذه راه مؤسسات بنكيه وكيديروها. نعرف مؤسسه بنكيه كدير ان بروتوكول كيكون اتفاقي وكنديروا فسخ بالتراضي مع دوك المستحقات. يعني هي من 280 مليون لا ماشي 280 نقول لك هذا هو الغلط. راه طلحه كيلعب كره وحمزه بوزوق لعبوا كره. ملي كنقولوا 280 مليون لي طونش حتى نهايه الموسم الرياضي المستحقات ما يكونش غتاخذ انت الطونش الثالثه والرابعه وانت ما لعبتيهمش. انت اللي باغي تفسخ. امتى كنعطيك 280 مليون في القانون؟ ملي انا كنجي كنقول لك السي طلحه ما بقيتش باغي تلعب معايا انا كنفسخ معاك من طرف واحد. انا ملي كنفسخ معاك عندك الحق في قيمه العقد كامل ولكن مين انت اللي باغي تفسخ؟ انت اللي باغي تفسخ اللاعب اللي باغي يفسخ يعني بالتراضي بين الطرفين ما بغيتش تفسخ معايا في هذه اللحظه هذه ولقينا التراضي بيناتنا قلت لي غتعطيوني 40 مليون ولكن في الاخر ما كانش تراضي. انا نكمل لك نكمل لك شنو كاين بعجاله. هذا الشيء خصو يعرفوا الجمهور شي مهم. اتفقنا على 40 قلت لي انا راه جاي المكتب المديري عطيني 40 ما عطينيش. قال لي سي ابراهيم 40 كانت نهار قبل ما تدخل الطرونش الثانيه ولعبت فيها جوج مقابل. قلت له يلاه لعبتي فيها جوج مقابل الا كنت بغيتي تفسخ محمود مرحبا ما بغيتيش حنا كنت مسكوب. قال لي نفسخ ولكن بشرط غتزيدوني. اش غنزيدوك محمود؟ غتزيدوني 30 باغي نفسخ معاكم ب 70. قلت له انا المكتب المديري عطيني 40 بيان سور القرار ماشي ديالي. رجعنا عند المكتب المديري قلت له محمود راه ما غنفسخوش معاه راه بغى 70. قال لك الرئيس دار معايا 40 قلت له هذا هو القرار. داك الشيء كان يوم احد نهار اثنين جاتني انا كورونا. قال لي الرئيس اتصل بي باش غنديروا معاه اجتماع يوم الاربعاء حتى اثنين ثلاث الاربعاء الاربعاء ريح مع المكتب المديري. قالوا لي قلتي سي ابراهيم اننا بغيتي 70. قال لهم 70 كانت نهار الحد حنا اليوم الاربعاء انا كنطلب 140 مليون. قالوا لي ما يمكنش نعطوك 140 مليون مرحبا بك لان ديك الساعه كنا غنمشيو حنا كونسونطراسيون. هو كان خارج التركيبه البشريه ديال فيلموت فقلنا لي انه يلتحق يديك التدريب مع فريق الامل بما لقينا واحد الصيغه لان اللاعب كيقول انا غادي نفسخ. جاء عند ابو السهل نهار الحد قال لي كنطالب ما بقاتش 140 قال لي كنطالب دابا 280. جبنا الوكيل ديالو محمود بن حليب جا الوكيل الاول بغينا نلقاو معاه صيغه بالتراضي. وافقنا على ديك 70 مليون قلنا ليه تقسمها. جا من جوج محامين دابا عنده محاميه جا عاوتاني شي خمسه ديال الوكاله كل مره كيجيب لنا وكيل. قلنا لي ماشي مشكل 70 اللي بغيتي نعطيوها لك دفعه واحده. فمحمود بن حليب قال لك لا هذا اللاعب اللي ما بقاش عنده رغبه يلعب في نادي الرجاء الرياضي ما يمكنش شدوه. دزنا البلون بي قلبنا ليه على لا فورم جبنا ليه فريق كيلعب في الدوري القطري فريق اللي معروف اللي محمود بن حليب عندنا واحد لوف يلا هذوك وما غناخذوا حنا والو كنادي الرجاء الرياضي القيمه الماليه خذها نتايا. قال لك انا تسمع غير فلوس غتسمع غير فلوس ماشي غنسمح حتى حنا الا جينا غنبيعوا لهم اللعاب راه انتوما غادي تتسابوا ماشي غنسمحوا ذاك المقابل اللي غناخذوا خذوا انت. فمحمود بن حليب كيقول لك انا غير مهتم بالدوري القطري انا ما نلعبش بالدوري القطري. قال لي ماشي مشكل. جاتنا اعاره في الدوري المصري محمود بن حليب الله يخليك راه جاتنا اعاره بالدوري المصري مع احقيه الشراء وغيعطيك واحد قال لك انا ما غنلعبش اعاره في الدوري المصري انا عندي اوفر. بقينا كنتسناو هاد اللاعب اللي كيقول لك انا غنجيب اوفر الوكيل ديالو كيقول لك انا نجيب اوفر. بقينا كنتسناو حنا من الناحيه القانونيه الا بغيتي تفسخ مع شي لاعب خصك تفسخ في اجل الفسخ راه ما يمكنش تفسخ مع لاعب خارج اجل ديال الانتدابات. اللي ما عرفش الجمهور هو انه واخا كان اليوم الاخر عيطنا ليه صيفطنا ليه محمود اليوم هو الاخر في الانتدابات ماشي كاين سوء النيه هذه راه قوانين ومساطير خصنا نتبعوها. عطينا صيفطوا لي عون قضائي بيان سير عون قضائي راه عادي عون قضائي ماشي شي حاجه اللي هي مضره عون قضائي راه هي مسطره خصها دار. قلتوا لي كاين اجتماع مع 7:30 اجتمعنا معاه قلنا ليه دابا ما لقيتيش انت فرقه جبنا لك حنا الفرق واش هاد الفرق ممكن دابا نديرهم؟ قال لك انا لا انا ما باغيش انا ما غاديش نفسخ. قلنا له غنفسخوا معاك بالغناء. قلنا ليه راه غنفسخوا معاك من طرف واحد وسبب الفسخ راه هو الخطا الجسيم لان دار افشاء السر المهني. قال لك انك اعطى معطيات كاين مجموعه من المسائل اللي ما يمكنش انا نقولها باش نخلي اللاعب انني من بين قوسين ما نريبوش لمستقبله لا من سب لا من قذف كل شيء كاين. زائد ان السي محمود بن حليب كيقول لك عندي اوفر انا خاصني نحمي مصالح ديال النادي الرجاء الرياضي. إيه ما سمعشو من الاخر بلا مابقاش كذب علينا ما والو السي بن حليب فهمتيني نعطيك الرسمي عطاك شنو كاين. انت ما صدقتيش انت ما بقيتيش باغي تلعب في الرجاء قلتي الريحه ديال الرجاء ما بقيتيش باغي تشم الوزيز ما بقيتيش باغي تدخل ليه الله يسهل عليك علاش شكون كنجي في فرقه اخرى كنجي عمرك غادي دير هادشي. عبد الله هو لا لعب حتى هي في الاخر ما دارش ابارتمان لا دار هو ليه الله يسهل عليه حتى هو كيجي غتكون بهكا من الرجاء راه كيف قال كنشي موعد وفيها ماتريزي ديالك وتصيفط ابو سينات لك وعطاك العلاقه ديالك كامله وبغاو يدوزو معاك بزاف ديال الحلول مي انت ما بغيتيش ولا شي ضد الراجا ماشي ضد المسؤولين اللي عندك مع مشكل ولا شي ضد الراجا ضد هذا حيت قبل فاش كطيح مع مشكل مع الراجا كطيح مع هذاك المسؤول يقدر يمشي في حاله ولكن انت ضد هذا فهمتي ضد الجمهور اللي ما كيتبدلش
هذا من بلا شي ضد شي واحد راك عادي هادي اي واحد كيعارك عادي هادي كيعطي الراجل لوغو ديال الراجل كيعاد الفرقه هذا الكيان كش عادي شي داك المسؤول المسؤول يقدر يمشي فحال فهمتينا اخويا يعني حنا راه واعيين وخشيت لك ميساج دابا شتي الفيديو راه غتفهمني فهمتيني ولا لا هاد هو كاين خبايا وهذا اللي قد المسؤولين الله يسهل عليه ولكن ملي تكون قبل هذا خصك تضحي اخويا خصك تبان زوين عارفين واخا تكون مظلوم بان زوين الميساج ديالي يقدر يكون وصلك ما سوقناش حيت انا قبل راجع حيت هي هذه اللي دارت لك سميه وهي اللي عطاتك واخا طلت عطيها نتايا الا كتبقى هي اللي عطاتك وهي دارت لك مستقبل بزاف الناس راه عطاو ما خداوش هذه راه عطايتيها وخداها خديتي من عندها فهمتيني هادي من جهه المهم حنا فارين هاد البلان ديالك سما جيش نوقي حنا كجمهور الراجا ما تصرفتش لينا البلان ديال الكاس فهمتيني ما ندويش حيت شفتي في الجمهور ولا شفتي في المكانه ولا غندولك على البيت كيفاش تماركا حيت انا حضيتك ولا حللتها في الماتش في الفيديو للاهلي بقيتي واقف هذاك اللي ضرب علينا البيت بقيتي كتفرج فيه في الكار انا ما ندويش حيت مشيتي وكتشوف لا حلل معاك الماتش حيت كاش تلعب 90 دقيقه دقيقة 89 وكان هداك تشموش على هاد اللوغو وباغي تبقى فيه كون راه مشيتي دوبليتي على داك خونا ميضربهاش لي مارك علينا هادشي لي كاين الجارات ميساج لو وصل تحية ليكم كاملين تلاقاو نهار الثلاث مع زي الخرين يبقى اللي باقي ما تابوناش يتابونا تفرج فيديو كامل كيف قلت لك باش عرفنا من ا تال زد واللي بغا يدوز الانستغرام هيا شوفوا ستوري شنو كاين هادي تبقى معنا في الاجواء مرحبا بك في العائلة الرجوية وهادشي لي كاين الجارات تحية ليكم كاملين تلاقاو في ماتش جاي ومبروك طلوة بوا ويكاند زاهي راق